من الطبيعي أن تعلو ضحكات الأطفال ممن هم دون سن العاشرة مخبئة وراءها وجعاً وحرماناً، وهذا ما يعيشه الأطفال السوريون اليوم في المخيمات. ومن الطبيعي أيضاً أن يكون هؤلاء الأطفال مع أقرانهم في المدارس، إلا أنه في مخيمات الداخل السوري تبدلت هذه الضحكات وخبأت وراءها تغير في جسم الفتاة ذات 8 سنوات التي ضاعت بين خوف وخجل. ما الذي يحصل؟ ظهرت في الآونة الأخيرة في أحد مخيمات الشمال السوري وتحديداً في مخيم الحرش العشوائي ظاهرة تعرف في المجال العلمي الطبي بالبلوغ المبكر. والبلوغ المبكر هو حالة يبدأ فيها جسم الطفل في التغير إلى جسم شخص بالغ في مرحلة مبكرة جداً، فعند بلوغ الإناث قبل سن 8 سنوات وبلوغ الذكور قبل 9 سنوات فإن ذلك يعد بلوغاً مبكراً. هذه الحالات لا تقتصر على هذا المخيم فقط، فقد سجلت أكثر من 30 حالة شهرياً في مختلف مخيمات الشمال السوري. ينجم عن هذا البلوغ المبكر عدة مضاعفات، منها قصر القامة ومشكلات اجتماعية وعاطفية. يرجع ظهور البلوغ المبكر إلى أسباب غير معروفة عامة، ولكن في أحيان نادرة يظهر البلوغ المبكر في أعقاب تلوث أو ورم أو خلل هرموني أو ربما صدمة، وهو ما قد ينطبق على حياة هؤلاء الأطفال في المخيمات.